في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، على إثر معلومات واردة تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشبيطة مختار بالطرف مدعمين بفرقة الأمن والتحرير للدرك الوطني بدرعان من وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة تقوم بسرقة والتخريب العمدي لمنشآت السكة الحديدية عن طريق نزع أجزاء منها وبيعها. العملية أسفرت عن توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة ولا يزال 3 أشخاص في حالة فرار، تم تحديد هويتهم. كما مكنت العملية من حج وسائل وعتاد مستعمل في السرقة، مولدين كهربائيين حجم كبير حجم صغير آلة قطع كبيرة الحجم. فور انتهاء التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، ويبقى الرقم الأخضر 1055 تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن أي طارئ.